احنا كنا الجزء اللي فات كنا بنتكلم خلاص يا حضرات كنا اتكلمنا على السيمي كوندكتور فيزيكس وركزنا في حاجتين ان عندي في ان تايب سيمي كوندكتورز بيكون الكترونز بيكون ماجوريتي كاريرز بيكون الهولز ماينوريتي كاريرز وقلنا البي تايب بيكون العكس بيكون الهولز هي ماجوريتي كاريرز يا خالد اتفضل وبكون الهول بكون الهول ماجوريتي كاريرز والالكترونز هي الماينور كاريرز بعد كده خدنا ودينا وبعدين يا حضرات يا حضرات ما فيهاش كلام ده احنا بدأنا المحاضره وكنا خلصنا الجزء الخاص بحسابات الدوبينج سواء كان في الان تايب او البي تايب بعد كده وبعدين اخلص بقى بعد كده دخلنا في الدايود كسيمي كوندكتور قلنا الدايود عباره عن بي ان جنب بعض وقلنا اتكلمنا على لو البي ان جانكشن في حاله الفورورد بايس حاله الريفرس بايس قلنا الدايود عباره عن ايه عباره عن بي ان سيمي كوندكتورز بينهم جانكشن بعد كده اتكلمنا بعد كده على الدايود ابلكيشن خدنا كام ابلكيشن خدنا ثلاثه خدنا الدايود as logic gates خدنا how to implement the OR والAND باستخدام الدايودز اتكلمنا بعد كده على الريكتيفايرز سواء كان هاف ويف او فول ويف وكده دخلنا على الزينر دايود المفروض كنا ناخد جزء تاني على السبيشال بيربوس دايود اللي بتكلم على اللي هو الليد والباريت والانبات والترابات الحاجات دي كلها الكلام ده لو احنا عندنا ان شاء الله في اخر الترم في فرصه نتكلم على يعني ايه ليد يعني ايه بارت يعني ايه امبات يعني ايه جان كل واحد من دول يقول تطبيق معين طيب من الان ان شاء الله هنتكلم على شابتر جديد اللي هو بعنوان بيزكس اوف بايبولر جانكشن ترانزستورز وهنتكلم برضو على عندنا الشابتر ده عباره عن جزئين جزء هنتكلم على الفاندمنتالز يا باشمهندس هنتكلم جزء على الفاندمنتالز اوف بايبولر جانكشن ترانزستور جزء ثاني هنتكلم على الدي سي بايس للبايبولر جانكشن ترانزستورز يبقى عندنا كاوت لاينز هنتكلم انتدكشن هنتكلم على ترانزستور كلاسيفيكيشن انواعها هنتكلم على الادفانتج and disadvantage of BGT بالمقارنة بالvacuum tubes وكان نتكلم على BGT كconstructions كsymbols وهنتكلم على modes of operations عندنا 3 modes هنتكلم عنهم تفصيل بعد كده هنتكلم على BGT configuration common emitter يعني common emitter يعني common base يعني common collectors وهنتكلم على current gain سواء كان في الكومون ميتر او كومون بيز وهنتكلم على المودز اوبريشن في حاله الكومون هنركز معاكم ان شاء الله على الكومون ميتر بي جي تي فقط لا غير انا عندي كومون ميتر وعندي كومون كوليكتور وعندي كومون بيز هناخد بس معاكم الكومون ميتر عشان نسرع شويه بقى نتكلم على هاو تو تشيك الترانزستور المودز هل هو شغال في ساتوريشن ولا في الاكتيف ولا شغال في الكات اوف ده الجزء الاولاني الجزء الثاني هنتكلم على الدي سي بايس هاو تو ديتيرمين ذا اوبريتنج بوينت ده تحسب الكوليكتور كارنت والبيس كارنت والاميتر كارنت في الترانزستور هنتكلم على 4 دي سي بايسنج طبعا الجزء هيتكلم فيه ميرنا ومحمد اشرف الجزء الثاني دوت ماشي كده النهارده هنتكلم في الجزء الاولاني هم شغلوا فيه الاربعه دول اسمهم رسوم كيس 2 يبقى ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم على الدي سي بايسنج للترانزستورز عندنا كاوبجكتيف هنتكلم ديسكرايب ذا بيزكس اوف ذا بيز ستراكشر اوف بي جي تي وهنتكلم على البيزك بي جي تي اوبريشن تشغيله ازاي بيشتغل ازاي وهنتكلم على ديسكاس بيزك بي جي تي بارامترز هنتكلم على الكرنت جين والفولتج جين وهنتكلم بعد كده على الاوبريتنج بوينت هاو تو ديتيرمين اوبريتنج بوينت للبي جي تي
مكان نتكلم على الدي سي بايسنج بالكامل. هنتكلم برضو على اللود لاين، زي ما خدنا لود لاين في حاله الدايود هناخد اللود لاين فين؟ برضو في حاله الترانزستورز. طيب اول حاجه وات از ترانزستور؟ حاسم عن الفاكيوم تيوبس قبل كده؟ فاكيوم تيوبس ايام الستينات اول السبعينات كان في حاجه اسمها ماجنترون والكلايسترون والترافلينج ويب تيوبس. لو بصينا حاجه زي كده ده يمثل ايه؟ ده كان فاكيوم تيوبس ماشي كده، وده يمثل ايه؟ ترانزستور. ده كان بيديك باور عاليه جدا مثلا لغايه مثلا ممكن لغايه ده مثلا ايه 1 كيلو وات كده كويس. بس في مشكلته هنا كان محتاج هيتنج وكان في الباور ديستريبيوشن بتاعته عاليه جدا. حل محله ايه؟ محله الترانزستور. طب ده بيديك باور اوردر مثلا ملي وات او ماكسيم 1 وات، هل ممكن باستخدام البي جي تي اقدر احصل على باور عاليه؟ ده السؤال. بحيث ان احل مكان الفاكيوم تيوب خالص ازاي؟ يعني دلوقتي انا شويه مشكلتي في البي جي تي ان انا باخد باور ليميت صغير 1 وات 2 وات 10 وات ممكن ايه يعني تجاوز 100 وات. لو مثلا اوصل 1 كيلو وات اكتر من كيلو وات اعمل ايه؟ المفروض حاجه بيسموها الباور كومبايننج تكنيكس. فين؟ مش هنا ده؟ لحظه سلايد ثانيه. يبقى عندي المين ليميتيشن للبي جي تي ان اديك ايه؟ باور سوت. طب ماذا لو عايز احصل على باور كبيره؟ هنا بيحصل يعني مثلا انبو سيجنال اهي. هنا بيحصل عندي هنا في حاجه بيسموها اسمها سبليتر. ما معنى سبليتر؟ يبقى عندي الانبوت عندي في حاجه اسمها كومباينر. خدتوا الدايركشن كابلرز؟ لا. طيب انا عندي حاجه زي كده. لو عندي هنا انبوت سيجنال كويس، حط حاجه ثانيه بسميها دايركشن كابلر، شايل ك 3 دي بي سبليتر بيقسم على ايه؟ على 2 كده كويس. حط هنا كمان برضه هنا ايه؟ هنا برضه كابلر ثاني يقسم على ايه؟ على 2، وهنا برضه كده على 2 ماشي. احط هنا يبقى عندي هنا الانبوت عندي كده كويس، عندي هنا سبليتر بقسم على ايه؟ على مرحلتين. هنا دلوقتي عندي الباور اللي خارجه من ترانزستور امبليفاير كام تقريبا؟ جين جاي يوصل لغايه كام؟ مخال اكبرها مثلا ايه 1 واط، مثلا عاوز مثلا ايه مثلا 1 مثلا 100 كيلو واط. بعمل ايه؟ مثلا ده هنا سي عندي ادي الايمت اهو، بعمل له ايه؟ هنا سبليتر كاني بس باور ايه على الاثنين دول كده كويس. بحط هنا امبليفاير وهنا كام؟ هنا امبليفاير وهنا امبليفاير، ده سبليتر ده هنا برضو دي سي وهنا ايه دي سي، هنا امبليفاير هنا برضو في ايه امبليفاير هنا ايه امبليفاير مكبر بيكبر الباور اللي داخل الترانزستور. هناخد بعد كده فوت عندنا في جزء ان شاء الله المحاضره اللي بعد جاي نتكلم على الكلاس اي امبليفاير وكلاس بي وكلاس اي بي وكلاس سي، الكلام بعدين ماشي. طيب يبقى عندي هنا قسمت الباور على ايه؟ على مرحلتين. هنا عملت ايه؟ على مرحلتين. حط هنا يبقى كده ايه؟ حط هنا باور ايه؟ باور كومباينر. يبقى ده هنا ايه؟ ده سبليتر وده ايه؟ سبليتر. هنا عملت ايه؟ هنا باور ايه؟ هنا كومباينر، وهنا باور ايه؟ كومباينر، وهنا حط ايه باور ايه؟ باور ايه كومباينر. يبقى كبرت على كام مرحلة؟ اهو حاجة، الباور داخل قسمتها الأول كده كويس، وبعدين كبرت هنا وكبرت ايه؟ وكبرت هنا. ممكن أكبر تاني، بص هنا كده، خدت هنا ايه؟ هنا قسمت اهو على 2 وكبرت هنا وهنا. ادي اول مرحله. هنا عملت ايه؟
قسمت كمان وكبرت، وهنا قسمت ايوه كبرت. هنا جمعت ايه؟ عملت ايه؟ هنا جمعت، وهنا ايه؟ جمعت. ليه بعمل الكلام دوت؟ عشان ايه؟ احصل ايه؟ على مالتيبل ستيج امبليفاير، بحيث ناخد الباور يكون ايه؟ كبار عالي. لو عندي سنجل ستيج هيديني كام جين تقريبا؟ كام؟ مثلا 10 دي بي، يبقى باور دي صغيره. اذا معك دلوقتي هاو تو جيت لارج باور جين عامله ازاي؟ نعم؟ لا ده بيكبر، يعني على سجن بكبر الباور دي بقسمها نصين بين هنا وبين هنا كسبريتر. هنا برضه دخلتها، هنا كبرت، هنا كبرت، هنا الباور دي هرجع ايه؟ اقسمها تاني. ماشي كده؟ بقت ايه؟ نعم؟ انا ما بكبرش، انا بقسم باور. الباور اللي هنا بقسمها على ايه؟ على تو ستيج. ادي اول حاجه. هو بعد ده امبليفاير. ماشي كده؟ الباور هنا بايه؟ بقسمها كمان. الباور هنا ايه؟ بقسمها، بكبر ايه؟ بكبر هنا، بكبر هنا. بكبر كم مرحله؟ يبقى كبرت هنا وهنا. ممكن اعمل تفريق ثاني بعد هنا، دول اجمعهم مع بعض. هنا ده ايه؟ ده كومباينر. وده ايه؟ كومباينر. وده ايه؟ برجع اجمع فين ثاني عشان اخد ايه؟ او بدور. بعمل كده عشان اعمل ايه؟ عشان ازود ايه؟ ازود الباور. طيب. عشان احصل على من الترانزستور على باور عالية، مثلا عايز مثلا تحصل على 100 كيلو وات. هل ممكن سنجل ترانزستور يديك 100 وات؟ مش هيبقى عامل ايه؟ ده ممكن يديك على طول لو بصينا هنا كده. طب انا بقسمها وبكبرها. يبقى انا بعمل ايه؟ هنا بقسم وارجع ايه؟ اجمع تاني. هنا الحاله ديت ده ممكن يديك ايه؟ ده ممكن يوصل عندك لغايه مثلا ايه؟ لغايه 10 كيلو وات. هل ممكن ده يديك كامبليفاير ترانزستور يديك مثلا اوردر كام؟ يعني الماكسيمم باور اللي المفروض ده ممكن من الترانزستور كام تقريبا؟ كامبليفاير كام؟ 10 وات. 10 وات كتير كمان، 1 وات. مثلا لو انا عايز اخد منه مثلا حوالي 100 وات اعمل ايه؟ اقدر ايه؟ اسمع كم مرحله؟ يبقى عندي هنا اول حاجه هنا، يبقى ارجع هنا. يبقى عندي هنا مثلا سي هنا ده بيديك خد مثلا هنا 1 ملي وات. هرجع اقسم هنا كمان. ماشي كده؟ وبعدين ايه؟ وبعدين اكبر تاني. ممكن اعمل حاجه كده هنا. انبوت اهو. ماشي كده؟ ارجع ايه؟ هقسم هنا. ادي اول حاجه. ماشي كده؟ هنا برجع اعمل ايه؟ هنا ادي. هنا اعمل ايه؟ اقسم تاني. ماشي كده؟ هنا ايه؟ واقسم تاني هنا. طب هنا ممكن اقسم تاني هنا كده؟ كده وهنا. طب بعد كده ممكن اقسم تاني هنا كده؟ اقسم تاني برضو، اقسم تاني برضو. فاقسم وهنا كده. هنا برضو ممكن اقسم تاني. اقسم بعد كده اعمل ايه؟ ارجع اجمع كده. يبقى هنا كومباينر يجمع، وهنا ايه؟ كومباينر يجمع، وهنا ايه؟ كومباينر، وهنا كومباينر. وبعد كده اعمل ايه؟ هنا كومباينر، وهنا كومباينر، وهنا اخد ايه؟ كومباين ادي خارج هنا. فكرت كم مرحله؟ يبقى كبرت هنا وانا ماشي كده. ماشي كده؟ اذا معنى كده انا عشان احل مشكله اللو باور ابلكيشن في حاله البي جي تي بعمل ايه؟ بعمل ما يسمى بالباور كومبايننج تكنيكس. ماشي؟ نرجع تاني بقى عامل شويه هنا. طب يا دكتور ممكن انا اسال بس هو انا اول ما بقسم يعني سايب 100 كانت 100 مثلا قسمتها 50 و50 هنا مثلا هنا في زاويه 1 ملي وات. ماشي؟ وبعدين ايه؟ نص ونص. ماشي؟ وبعدين بكبر نص بكبره تاني فبيزيد. وبيزيد وبعدين بقسمه تاني. وبعدين بكبر وازود. ماشي كده؟ خد مثلا ايه؟ دي كان مثلا هنا 1 ملي وات. هنا بقى كام؟ لو هو ده 3 دي بي، 3 دي بي كابلر. هيقسم هنا ايه؟ يبقى هنا نص وهنا ايه؟ هنا نص. بكبر ده. بكبر هنا. بيكبر. ماشي؟ هو كبر هنا كمان.
ده برضو هي برجع اكبره تاني بجمع بقى تاني كده. طيب بيكبر على حسب ايه؟ نعم هتاخد جزء كامل على الباور جين بعد كده في جزء اللي الشابتر اللي بعد اللي جاي هنتكلم على الباور امبليفاير، هنتكلم على الترانسفور امبليفاير. مش خط يعني جين؟ ما معنى جين؟ ما معنى جين؟ اه لا ما معنى خدتوش في الاي سي. جين بيساوي ايه؟ عندك ديفايس هنا كده، ديفايس له انبوت بي 1 واوتبوت بي 2. ما معنى جين؟ جين بيساوي ايه؟ خالص خدته يا حضرات. لا 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 مش خدته في، لا لا خدته في الاي سي. لا لا ازاي ما بيتاخدش في الاي سي؟ لا خده في الاي سي في الجين، يحسب البي 1 على بي 2 وبي 2 على بي 1. طيب ما علينا نكمل. هو في شابتر كامل في شابتر كان كامل على الامبليفاير. طيب خلاص يا حضرات خليك معايا. يبقى عندي الترانزستور هنعرف بعد شويه ان هو عندي فيه لا اما بايبولر لا اما فيت لا اما عندي هنا تيوبس. هنا عندي بايبولر عندي كام طرف؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ اللي هم لا اما ايميتر وبيز وكوليكتور. لو انا شغال على جي فيت يبقى عندي كام طرف؟ اللي هو السورس والدرين والجيت. لو شغال على التيوبس يبقى عندي كام طرف؟ اللي هو الكاسود ثم الفيلمنت اللي هو جريد ثم عندي هنا بيكون هنا في هنا فيلمنت بيسخن ايه كاسود، وبعدين عندي كاسود وبعدين عندي هنا جريد عشان يعمل كنترولنج ليه اللي هو الالكترون ايميشن، وعندي هنا عشان ايه يجمع ايه يجمع الكترونات. خدته في الفيزيكس خدته ال خدته الكاسود تيوب. لا ما غلط حضرات مفروض عندكم بتاخدوا السي ار تي. لا في ماده اسمها ميجر مش خدتوا ميجرمنت كمان؟ لا في ماده اسمها ميجرمنت بتاخدوا فيها الكاسود تيوب. لا بياخدها الميكاترونكس لسه. طيب ما علينا. يبقى عندي الانود يبقى عندي البي جي تي عندي الميتر وبيز وكوليكتور، وعندي بالنسبه للجي فيت عندي السورس والدرين و الجيت، وعندي الفاكيوم تيوبس عندي فيه اللي هو الفيلمنت بيسخن كاسود. يبقى عندي كاسود وعندي جريد وعندي بليت. طيب لو بصينا تقسيمه الترانزستور عندي الاتي، ممكن اقسمه according to الماتيريال. يا باشمهندس خليك معايا. هنا according to production material يبقى عندي كم نوع؟ لما يكون سيليكون او جرمانيوم او بنتكلم على الجاليوم ارزنايت ده كماتيريال. لو هنتكلم على اكوردنج تكنولوجي عند يا اما بي جي تي بايبولر جانكشن ترانزستورز، يبقى عندي كام ليدز كام لاير؟ يبقى عندي في ان بي ان او ان بي كام عندي كام ليدز؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ اللي هم البيز والاميتر والكوليكتور. لو انا شغال على الفيت يوني بولر يبقى عندي فيه 3 لاير، عندي جيت ودرين وسورس اللي كان بتصيب بعد شويه، اللي هو عندي جي فيت او ايه او الموسفيت. عندي الفور لاير ترانزستورز بيتكلم على السيليكون كنترول ريكتيفايرز، وبنتكلم على الثايرستورز. ده مش هناخده معاكم، هلاقي بس معاكم فين؟ في البي جي تي وفي الفيت. لو انا بقسم حوالين الفيزيكال نيتشر عندي ماينورتي كارير او ماجورتي كارير. لو اتكلم على الابلكيشن ممكن استخدم كجنرال بيربوس ابلكيشن ك اوسيليتورز او امبليفاير. هنتكلم على لو نويز ترانزستورز، او نتكلم على سويتشنج ترانزستور اون اوف، او نتكلم على الامباس ترانزستور كابلكيشن. لو بنتكلم على الكيسنج فعند يا اما ميتال كيس او بلاستيك كيس او اللي هو تشيب كيس. هنركز بس في ايه؟ نركز بس في الجزء ده اللي هو اتكلم على الام بي جي تي او فيت. هنا عندي كادفانتج بقول prior the development of transistor كان عندي الاول vacuum tubes او بيسموها vacuum electron tubes where the main active component اللي كانت موجوده في الوقت دوت. لو بصينا ادفانتج عندي اول حاجه عندي small size بيكون الترانزستور بيكون حجمه صغير small size، بعدين minimal weight الوزن بيكون صغير.
allowing the development of electronic device. نتكلم برضو على high automated manufacturing process. نتكلم برضو على low possible operating voltage. نتكلم برضو على no warm. هل في الفيلم في الفاكيوم تيوب محتاج warm up؟ لو بصينا هنا كده هنا كان محتاج ايه؟ كان محتاج هنا فيلمنت بيعمل ايه؟ warming up عشان يسخن ايه؟ الفيلمنت عشان يعمل ايميشن منين؟ من الكاثود. اذا معنى كده فالبي جي تي مش محتاج warming up، يبقى no warm up. هنا برضو low power dissipation، وعندي برضو high reliability، وعندي extremely long life. عندي بالنسبة للليميتيشن عندي ان هو low voltage operation، وعندي هنا في هنا قلنا هنا high، قلنا هنا high power high frequency operation such as used in اللي هو التلفزيون. هل ممكن استخدم الترانزستور العادي في نوع من الباور امبليفاير داخل التي في؟ ازاي؟ عايز اعمل باور امبليفاير لغايه مثلا سي 100 ديسيبل، هل ممكن 1 ترانزستور يديني 100 ديسيبل في 1 ستيج؟ اعملها ازاي؟ خليها ايه؟ خليها مسمى بايه؟ بالباور. في كان قالوا ان لا، يبقى في مفروض يعاد توزيع الخطه بتاعتكم بما يتلائم مع السيكونس للكورسات. انا بتكلم دلوقتي بتكلم متعجين وبتكلم على 10 عباره ايه؟ دفع 10 لوج، 10 لوج قيمه. يعني مثلا لو 100 100 100 ديت خد ديسيبل خلاص؟ ديسيبل بعد يفوت تاخد لوجيك قبليها وتاخد سيركت قبليها بعد كده الماده ديت، والماده دي بتاخد على ترمين مش ترم واحد، فانتوا بتاخدوا اللوجيك بعد الماده دي ده غلط. في ناس نعم طيب عشان الديسيبل هنا لو الديسيبل عباره عن ايه حضرات؟ عباره عن 10، بتكلم على 10 لوج مثلا سي الباور قيم معينه. لو باور مثلا 10 10 وات يبقى كام ديسيبل؟ 10 لوج 10 بكام؟ 1. لوج 100 بكام؟ ب 2. يبقى يساوي كام؟ دي يساوي كام؟ يبقى يساوي 20 ايه؟ 20 ديسيبل. حضرات تاني، الديسيبل هو عباره عن ماثيماتيكال ابريفيشن ليه؟ ان بقول 10 لوج القيمه. 10 ايه؟ لوج القيمه. لو 10 اس 6 وات ماشي كده؟ يبقى كام ديسيبل؟ يبقى 10 لوج ايه؟ 10 القيمه 10 اس 6 اللي هي بتساوي كام؟ هتساوي كام؟ هتساوي 60 ديسيبل. نعم؟ ده عباره عن مثلا قيمه ابسوليوت هي ديسيبل، معرفه ديسيبل عشان اقل قيمه. هو مثلا القيمه دي اقول لك مثلا ايه؟ اقول لك 10 6 وات احسن ولا اقول لك 60 ديسيبل احسن؟ 10 6 وات بصراحه. نعم؟ 10 6 وات بصراحه يعني. لا هو كاصطلاح بيتم. احنا عشان نتكلم برضو على الجين بعد كده، جين يعني ايه؟ عباره عن ريشيو، مثلا جين عباره عن ريشيو. بقول لك مثلا هنا عندي هذا اسمه ده امبليفاير، ركز معايا. هنا الجين الجين عباره عن ايه؟ الجين ب 2 على كام؟ على بي 1، ده السكيل عادي، ب 2 على ايه؟ على بي 1، ده الجين. كده كويس؟ عبر عنه بالديسيبل. عاوز الجين هنا؟ الجين بالديسيبل. معامل التكبير، التكبير. هنا مثلا هنا 10، هنا 1 وات. طلع مثلا هنا ايه؟ 100 وات. الجين بكام؟ 100. يبقى 10 ايه؟ 10 على 100. ماشي كده؟ طيب ده عشان ايه؟ ده سكيل عادي 100 عاوز كده بالديسيبل احسبه ازاي؟ قول 10 ايه؟ 10 لوج كام؟ 100 على كام؟ بي 1 بي 2 على كام؟ على بي 1. دي مثلا دي 100، دي مثلا دي 1، يبقى دي 10 ايه؟ 10 لوج كام؟ 100. يبقى الجين بكام هنا؟ بكام؟ ب 20. الجين ده كام؟ 20 ديسيبل.
20 ديسيبل. نعم هي كنسبه بين حاجه وحاجه بايه ديسيبل كريشيو مش يونت. عن الجين او جين عوالي على الباور موجوده. قلت مثلا سي باور عباره عن 20 في خطه برضو حاجه اسمها دي بي ام لا تخلوش برضو. طيب اخش مشاكل ثانيه حضرات خليك معايا. يبقى الديسيبل عباره عن تعبير رياضي عباره عن 10 لوج ايه لوج القيمه. طيب امتى يكون 10 يكون 20 خلينا مو ثاني. طيب في عندي فولتج جين وعندي في باور جين. لا بس انت حضرتك في السيركت بياخدوا حاجه زي كده. لا 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 فولتج جين اللي هو 20 لوج في 2 على في 1 والباور جين 10 لوج بي 1 على بي 2. طيب حضرات بصوره عامه ديسيبل اللي هو بتكلم على الباور جين بيساوي ايه 10 لوج ايه قيمه. ايه الفرق بين الباور والفولت الاول؟ سؤال كده. لو قلت لك ان الجين ده عباره عن 10 لوج بي كده كويس. طيب عايز اخلي فولت يساوي كام؟ الباور عباره عن ايه حضرات؟ عباره عن ايه الباور؟ في سكوير على اه. الباور بيساوي كام؟ مش بي بيساوي بي في اي يبقى يساوي في سكوير على ايه؟ يبقى يساوي ايه؟ في سكوير على كام؟ على ار. ار ده كونستنت ماشي؟ طلع دي الفي دي بره ال 10 ال 2 دي بره يبقى ايه؟ 20 ايه؟ 20 لوج ايه؟ لوج ايه؟ عج بالفي. يبقى 20 لوج الفي لوج الفي بيساوي ايه؟ 10 ايه؟ لوج ايه؟ لوج البي. اذا ما لما اقول 10 لوج البي او ايه؟ او 20 لوج عج الفي. ليه يا حضرات؟ الباور ايه؟ الباور تسمى مع ايه؟ مع كام في ايه؟ الفي سكوير. لخص الكلام ده خليك معايا عشان لو عندي هنا دايره سيركت معينه هيك مع خليك مع حضرات هنا داخل لها بي 1 او في 1 ماشي كده. خارج هنا بي 2 او في 2 خليك معايا. لو بتكلم على الفولتج جين هيساوي كام؟ في 2 على كام؟ على في 1 ماشي كده. لو بكون على الباور جين هيساوي كام؟ بي 2 على ايه؟ بي 1. عايز اخلي السكيل بتاعي بالديسيبل يبقى يساوي كام؟ يبقى اقول هنا الجين فولت بايه؟ بالديسيبل هيساوي كام؟ يبقى يساوي ايه؟ 20 لوج ايه؟ لوج في 2 على ايه؟ على في 1 ماشي كده. لا هي 20 كانت عارف 20 لوج ماشي كده. نعم ده تعريف ايه ديسيبل في الفولت. هنا يساوي كام؟ عايز اخلي دوت الفولت اخليه باور يبقى يساوي ايه؟ يبقى يساوي ايه؟ كان يساوي ايه؟ يبقى ايه 10 ايه ده هنا 10 لوج ايه لوج بي 2 ايه على بي ايه بي 1. هل ده هو ده؟ اه ليه الفولت بيساوي ايه؟ يبقى 10 لوج كام؟ يبقى في 2 سكور على كام؟ على الار. وهنا ايه في 1 سكور على كام؟ على الار. طار الفي ار مع الار اديني كام؟ يبقى 10 لوج كام؟ في 2 سكوير على ايه؟ على في 1 ايه؟ سكوير. اكنه هيساوي يبقى كام؟ يبقى 20 او خليها كده 10 لوج كام؟ في 2 على ايه؟ على في 1 سكوير. اللي هو هيساوي كام؟ يبقى 20 ايه؟ لوج ايه؟ في 2 على ايه؟ على في ايه؟ القيمه ديت. ماشي كده؟ اذا معنى كده انا بتكلم على فولتج جين بيساوي كام؟ يبقى بيساوي لما في اوت على ايه؟ على في ام على اسف في 2 على في 1. ده بسكيل عادي. عايز اخلي بالديسيبل اساوي كام؟ يبقى ايه؟ 10 لوج ايه؟ 20 لوج الفي 2 على في 1. لو شغال في الباور يبقى يساوي كام؟ 10 لوج ماشي كده؟ طيب اذا معنى كده انا لو عايز انا اتغلب على مشكله الباور فحتى انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بسمى ايه؟ بالباور كومباين تكنيك. خدنا اللي هو كان فين؟ اللي هو كان دوت. اذا معنى كده عشان انا اتغلب على مشكله الباور الصغيره في حاله البي جي تي بعمل ايه؟ بعمل تجميع باور. طيب نيجي بعد كده نتكلم بقى على الكونستراكشن. بص هنا معايا عندي ترانزستور ورا ده
خليك معايا حضرات. راح فين؟ عن ترانزستور. خلي حد ده كان عباره عن ايه؟ ده خليك عباره عن ايه حضرات؟ الدايود كان عباره عن ايه؟ الدايود كان عباره عن ايه؟ كان بي ان. هنا عندي ايه؟ اضغط ايه؟ لما يقول ان بي ان يعني كده ان بي ان او يكون ايه؟ هيكون بي ان بي. دايما عندي هنا ده هيكون ده الاميتر، ركز معايا قوي، وهيكون عندي هنا البيز، يكون عندي هنا كوليكتور، يبقى عندي هنا هنا اميتر، وعندي هنا بيز، وعندي هنا كوليكتور، وعندي هنا في اللي هو الاميتر البيز. يبقى كونستراكشن في عندي في كام، في عندي كام لاير؟ ثلاثة لايرز. وكم جانكشن؟ فين جانكشن عندي؟ جانكشن الجانكشن اهي بينين، بين الاميتر والبيز. في الدايود عندي كام جانكشن؟ في الدايود عندي كام جانكشن؟ في الدايود كان واحده بس. هنا عندي هنا ايه؟ يبقى عندي ادي هنا البي اللي عند الاي، اي بي جانكشن، وعندي هنا في ايه؟ في عندي البي سي اي جانكشن. طب هنا عندي كام جانكشن؟ اثنين. طيب ده كسيمبل عامل ازاي بقى؟ خليك معايا كده. لو سهمي خارج وعندي هنا، عندي هنا السهم داخل. لو سهم خارج يبقى ايه؟ هيبقى الان ايه؟ الان بره. بسمي ايه ده؟ ايه يبقى ان بي ان؟ هنا سهم خارج، هنا سهم ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى الان ايه؟ ان جوه. اذا معنى كده يبقى ده السيمبل للان بي ان، والسيمبل ايه؟ بي ان بي. ماشي كده؟ يبقى الاطراف بتاعته عندي كام طرف؟ لما ده للمتر يبقى ده عندي ايه؟ يبقى ده البيز. اطراف، اطراف توصيل بس. ماشي كده؟ وهنا كان ايه؟ كان هناك كاسدو انود. هنا في الدايود كان ايه؟ كاسدو انود. هنا يبقى عندي هنا بيز، وعندي ايه؟ الميتر، وعندي ايه؟ ده الكوليكتور. هنا فين البيز؟ يبقى هنا البيز كوليكتور ايه؟ والميتر. يبقى تاني عند او تاني حضرات عندي في الان بي ان يبقى عندي كام لاير؟ ثلاثه. يبقى عندي ان بي ان كده كويس، وعندي كام طرف؟ ثلاثه. ثلاثه الميتر، وعندي بيس، وعندي كوليكتورز. يبقى عندنا ان ايه؟ الان يبقى سيبقى ايه؟ هيبقى ان تايب، بص ان تايب. وعندي الاي يوصل ايه؟ ان تايب. والبي يوصل ايه؟ بي تايب. ده ودرس صعب ايه؟ سهم خارج. طب في الحاله ديت الرقم صعب ايه؟ يبقى سهم ايه؟ لو داخل يبقى ايه؟ هيبقى عباره عن ايه؟ بي ان بي. بص الكلام دوت هنا، يبقى عندي كام نوع يا حضرات؟ يبقى عندي نوعين، عندي ان بي ان وعندي بي ان بي. يبقى عندي الاول حاجه هنا، يبقى عندي كام لاير؟ ثلاثه. ادي ان، ادي بي، ادي ان، وعندي كام تيرمينال؟ اطراف ثلاثه اللي هم ايه؟ اللي هم اميتر، وعندي بيز، وعندي كوليكتور، وعندي كام جانكشن؟ عندي اثنين اللي هم عندي هنا الاي بي جانكشن، وعندي البي سي جانكشن كسيمبل. هل ده يمثل ايه؟ دي يمثل ايه؟ تمثل دايود اهو. ادي ايه؟ ادي الانود، وادي ايه؟ وادي الكاسود اهو. وده هنا كده برضه ايه؟ دايود. يبقى اتنين دايود مع بعض. طب هنا هتبقى ايه؟ عامله ازاي هنا الناحيه الثانيه؟ هبص كده هنا. طبعا ده السيمبل بتاع سامي، سامي خارج. يبقى ادي الاميتر سامي خارج، وعندي ادي البيز كوليكتور، وادي هنا عندي الاميتر بيز كوليكتور. هنا يبقى عامله ازاي بقى الناحيه الثانيه؟ يبقى عندي ادي السيمبل، هنا سهم ايه؟ سهم داخل. ماشي كده. وعندي كام لاير؟ ثلاثه. يبقى عندي بي ان بي، وعندي كدايود، كدايود في عندي اثنين دايود، يعني اثنين ايه؟ عكس بعض. يبقى ده ايه؟ ده يعني ايه؟ الميتر يبقى ايه؟ هيبقى بي. وهنا عندي الكوليكتور يبقى ايه؟ هي برضو بي كانود. والبيز يبقى ايه؟ هيبقى ان. هنا عندي هنا، يبقى عندي هنا السي عباره عن ايه؟ هيبقى كاسود اهو. ماشي كده. وعندي الاي عباره عن ايه؟ برضو كاسود. في مشكله في الكلام ده ايمان؟ يبقى عندي كام نوع من البي جي تي؟ نوعين. هما ان بي ان او بي ان بي. ايه الفرق بينهم؟ اللي هو عندي هنا في حاله الان بي ان يبقى عندي الاميتر بيبقى ان،
والكوليكتور بقى ان والبيز ايه بي. حط البي ان بي هيبقى الاميتر والكوليكتور بي واللي هو البيز ايه هيبقى ان وسيمبل. طيب السيمبل الداخلي بقى ايه؟ لو خارج السيمبل بقى ايه؟ يبقى ان بي ان. لو داخل يبقى لو خارج يبقى ان بي ان. لو داخل دايما خارج حسب ايه؟ لو ان بره هيبقى السهم ايه؟ السهم خارج. لو ان جوه السهم ايه؟ هيبقى السهم ايه؟ هيبقى السهم داخل. نعم يعني هو الديفايس ده او الحاجه دي بتعمل ايه؟ هيعمل كان يعمل امبليفاير بعد كده يعمل هيكبر باور كبر السيجنال سواء كبر فولتج جين او باور جين خدامه شويه بيعمل كان اوسيليشن برضو ممكن برضو اعمل فلتر برضو باستخدام الترانزستورز. ماشي طيب نتكلم بعد كده على المودز اوف اوبريشن. احنا خدنا في حاله الدايود عندي كام مودز؟ قلنا كان ايه كان في عند قلنا في الاكتيف مود اللي كان في طيب قلنا هنا حنا هنا في حاله الدايودز كان عندنا ايه هنا عندي منطقه ديت هنا منطقه شغال ايه لما كان شغال في الفورورد او ايه او الريفرس بايت فين فورورد في المنطقه ايه المنطقه ديت في الريفرس المنطقه ايه دي يعني كان ايه كان عندي تو وان جانكشن بس هنا عندي كام جانكشن بقى في الحاله ديت حاله الترانزستور عندي اثنين لا اما عندي انا عندي 3 مود يا اما اشتغل في الاكتيف مود ركز معايا قوي او اشتغل في ساتوريشن مود او في الكات اوف مود. امتى اشتغل في الاكتيف مود؟ انا عندي هنا في كام دايود هنا في الحاله ديت هنا عندي كام دايود عندي يبقى عندي هنا في هنا الجانكشن بين ايه بين الميتر وبين البيز وفي نقطه بينين يبقى عندي هنا 2 جانكشن. لو انا عشان اخليه في الاكتيف مود يبقى عندي ما بين الاميتر والبيز بيكون ايه ما معنى فورورد بايس بس عايز اعمل حاجه زي كده لو عندي ادي ان بي ان اميتر وادي كوليكتور وادي بيز كده كويس عشان يشتغل في الاكتيف مود هنا بيكون بين ايه بين الاميتر والبيز يكون ايه ما معنى فورورد بايس هنا فور بايس يعني ايه يعني البايس بيبقى عامل ازاي هيبقى عندي كده حط هنا ايه هل كده ولا كده هيكون ايه يكون فورورد بايس كده ولا كده دي ايه دي فورورد بايس فورورد يعني ايه نيجاتيف مع ان بص مع بين عايز اخلي ديت هنا خليها نيجاتيف بايس خلينا ايه ريفرس بايس عملها ازاي يحط هنا كده يبقى ايه يبقى ده فورورد بايس وده ايه ريفرس بايس ماشي كده لو عايز اشتغل في ساتوريشن مود اعمل ايه هنا حد ايه فورورد مش صغير هنا دي عايز اخلي دي فورورد حضرتك خليك معايا انا عندي 3 مودز اوف اوبريشن لا اما اشتغل في الاكتيف مود كامبليفاير او اشتغل في ساتوريشن او في الكات اوف كسويتش ركز معايا عشان يشتغل اكتيف مود بخلي الجانكشن بين الاميتر والبيس يكون ايه فورورد بايس فورورد يعني ايه بطاريه اللي عامله ازاي بين ايه نيجاتيف مع انك ده فورورد بايس وهنا الثاني ايه ريفرس يعني ايه مع النيجاتيف كده ايه كده ريفرس بايس عشان في الاكتيف ساتوريشن مود اعمل ايه اخلي هنا فورورد هنا ريفرس عايز اخلي هنا ريفرس هنا ريفرس ساتوريشن ريفرس بايس ريفرس يعني ايه فورورد اوصله ازاي هيبقى عندنا بس ايه هيبقى كده سليم كده طب في الكات اوف عايز اخلي ريفرس يبقى اعمل ايه يبقى عندي هنا كده ريفرس وكده ايه وكده هيبقى ايه هيبقى ريفرس يبقى عندي كام مود يا حضرات يبقى عندي لا اما اشتغل في الاكتيف مود نعرف بعد كده اكتيف مود يعني امبليفاير ناخدها بعد شويه
يبقى عندي بيكون الجانكشن ما بين الاميتر والبيز بيكون فورورد بايس، وما بين البيز والكوليكتور بيكون ريفرس بايس. لو انا شغال في ساتوريشن او كاتوف كسويتش، فعلى الساتوريشن بيكون عندي الاي بي جانكشن بيكون فورورد بايس، وعندي البي سي بتكون البي سي بيكون فورورد بايس. شغال في الكاتوف بيكون عندي ريفرس ريفرس، ماشي كده؟ طيب اخر حاجه الكونفيجريشن عندي 3 بص هنا نعملها بعض هنا الاول. طب انا شغال على ال ان بي ان، البي ان بي، عايز اخلي شغال في الاكتيف مود، اعمل ايه؟ احط البايس ازاي؟ حضرات شغال بي ان بي عشان في الساتوريشن في الفورورد هيكون في الاكتيف مود، في الاكتيف مود اكتيف مود. عايز هنا، عايز هنا فورورد، هنا فورورد، هنا وهنا تبقى ايه؟ ريفرس. يبقى انا ايه؟ حط كده، يبقى كده ماشي كده، وهنا بقى ايه؟ ريفرس. يعني ايه؟ هيبقى كبايس. تعال اشتغل في الساتوريشن مود. ساتوريشن ايه؟ عايز فورورد ريفرس، فور فورورد. يبقى دي حط هنا ايه؟ اعكس ايه؟ اعكس دي. تعال اشتغل في الكات اوف، يعني ريفرس. يبقى هنا، يبقى هنا، يبقى عندي هنا ناقص كده، وعندي هنا ايه؟ هيبقى ناقص، ماشي كده. عندي ككونفيجوريشن عندي نوعين، عندي حاجه اسمها كومون اميتر. خليك معايا يا حضرات، لو تقول لك طيب عندي كام طيب؟ عندي الاول كام طيب؟ عندي نوعين، ان بي ان وبي ان بي. كل واحد من دول عندي 3 كونفيجوريشن، يا اما شغال على كومون اميتر، انا هنبعد شويه، يا اما كومون بيز، او كومون اميتر، او كومون كوليكتور. ماشي كده؟ يعني ايه الكلام دوت؟ هنعرف بعد شويه. ان بص معايا كده الشكل دوت هنا، لو انا شغال على الكومون اميتر، ركز معايا، بيكون داخل على ايه؟ داخل فين؟ على ايه؟ على البيز. والخارج منين؟ من الكوليكتور. ركز معايا، دلوقتي عندي كام كونفيجريشن؟ عندي، نرجع تاني، عندي كام كونفيجريشن؟ 3. يا اما عندي كومون اميتر كومون بيز، او كومون اميتر، او كومون كوليكتور. ما معنى كومون اميتر؟ دي يعني ايه؟ الانبوت على ايه؟ الانبوت على الاميتر، والخارج منين؟ من الكوليكتور. طب لو شغال على دوت، انبوت على ايه؟ الانبوت على البيز. ايه عندي كومون؟ عندي اميتر كومون، ايه موت فين؟ بص هنا، خلي معايا هنا كده، في الحاله ديت ده كومون اميتر، بص كده عليه، فين الانبوت؟ ايه عندي كومون؟ عندي ايه؟ عندي كومون اميتر كومون، خلاص كده. انبوت فين؟ على البيض. وخارج منين؟ من الكوليكتور. معايا كده؟ طب لو خدنا على، يبقى عندي هنا كده، يبقى عندي الانبوت على ايه؟ على البيز. والخارج منين؟ من الكوليكتور. لو انا شغال على الكومون بيز، ماشي كده، انبوت فين؟ فين الكومون عندي؟ يبقى عندي البيز هو الكومون، ماشي كده. انبوت على ايه؟ على الاميتر. وخارج منين؟ من الكوليكتور. يبقى معنى كده عندي هنا، يبقى عندي ادي الانبوت اميتر، وخارج منين؟ نعم، مش كل الاحوال. هي بص هنا كده تقريبا فوق الحادي برضه، ايه خارج منين؟ لو عندي كومون كوليكتورز، خارج منين؟ الدخل فين؟ الدخل على ايه؟ وخارج منين؟ الكوليكتور، ماشي كده. الدخل على ايه؟ الدخل على ايه؟ الدخل على البيز. وخارج منين؟ من الكوليكتورز. يبقى عندي كام حاله حضرات؟ لا هنا اسف، هنا هنا الانبوت، هنا كومون، عندي هنا الكومون كوليكتورز، يبقى داخل على ايه؟ على البيض. وخارج منين؟ من الاميتر. يبقى تاني حضرتك خليك معايا، يبقى عندي 3 كونفيجوريشن، يا اما شغال على كومون اميتر، او كومون بيز، او كومون كوليكتور. ما شغال على كومون اميتر، داخل على ايه؟ مين الكومون عندي؟ الاميتر. ادي كومون اميتر، يبقى داخل فين؟ على البيز. خارج منين؟ كوليكتور. لو انا شغال على الكومون بيز، داخل على ايه؟ يبقى داخل على اميتر. خارج منين؟ من الكوليكتور. شغال على كومون كوليكتور، كوليكتور، يبقى داخل فين؟ يبقى داخل على البيض. خارج منين؟ طيب هنشتغل في ده وده ولا دوت في شغلنا معاكم؟ هناخد 3 وناخد 1 بس. سؤال، ما هنا عندي كومون اميتر، بيبقى عندي الاميتر كومون، ماشي كده،
يبقى الدخل على البيز وخارج منين؟ من الكوليكتورز. ادي اول حاجه اشاره على الكومون بيز. الدخل فين؟ مين عندك كومون؟ عندي البيز كومون. الدخل على ايه؟ على الاميتر. خارج منين؟ من الكوليكتورز. لو شغال على الكومون كوليكتور الدخل على ايه؟ على على البيز. خارج منين؟ من الكوليكتور. احنا شغلنا معاك وناخد نختار ده ولا ده ولا الثلاثه؟ الثلاثه لا في المسائل في كل حاجه بعد كده ممكن اشتغل. نعم ايوه ما احسب بالنسبه لك راح فين؟ نعم هركز فين على دي بس الحاله دي بس كتبسيط لكم يعني. يبقى شغال في كل شغلنا على ايه؟ على ايه؟ على الكومن. يبقى حضرات يبقى نركز معاكم على الكومن. خليك معايا خليك معايا حضرات هنركز على الحاله واحده بس اللي هي فين؟ اللي هي ديت ليه فين؟ دي من كام حالة؟ من ست حالات كده كويس؟ مركز عليه؟ يبقى ان بي ان ايه؟ كومون ايميتر ده بس ياخده معاكم. فهندسة بياخده ايه؟ تاخده ستة؟ طيب في كهرباء اسف في كهرباء اسف في كهرباء بياخده كومون ان بي ان وان بي وعندي كام حالة؟ كل حالة تلات حالات ماشي كده؟ يبقى احنا هنركز معاكم في الكورس ان شاء الله على ان بي ان كومون اميتر ترانزستور بي جي تي كونفيجوريشن. اكرر تاني هركز معاكم على الان بي ان فقط مش هناخد البي ان بي خالص وكمان هركز في الكومون اميتر فقط لا كومون بيز ولا كومون كوليكتور. ماشي حضرات في مشكله في الكلام ده؟ جميل قوي. طيب نرجع تاني عشان عندي كام مودز؟ اثنين في الحاله ديت. طيب هناخد دلوقتي النود مع بعض. طب الحاله ديت هل التوصيل قدامكم ديت تعتبر في حاله الساتوريشن ولا الكات اوف ولا الاكتيف مود؟ التوصيله دي كده بالاوضاع دي كده بص كده ده عباره عن ايه؟ ان بي ان. ان بي يعني ايه؟ يعني البيز هيبقى ايه؟ البيز بي. البيز بي صح كده؟ يبقى ايه؟ ده ايه؟ ده فورورد اهو اكتف. وهنا ايه؟ هنا عندي هنا كورس ايه ان وصل ما ايه؟ مع البوز يبقى ايه؟ يبقى هنا فوز هنا ده شغال فين؟ تاني حضرتك ده عامل ازاي؟ عامل كده؟ تاني هنا عندي ايه كومون عندي هنا حضرات؟ ايه كومون عندي؟ كومون عندي اللي هو ايه؟ الميتر اهو ماشي كده؟ يبقى ده اي وسي. ده هيكون ايه؟ ده هيكون فورورد بايس. يبقى ايه؟ فورورد يعني ايه؟ يعني بطاريه كده صح كده؟ وادي ايه؟ وانا الانبوت اللي عندي سليم كده؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده فورورد بايس صح كده؟ نفس الجيم ماشي كده؟ ده يبقى ايه؟ هيبقى ريفرس بايس. يبقى حط هنا ايه؟ بطاريه عامله ازاي؟ بوزيتيف. وادي ايه؟ وادي اللود اللي عندي اللي ايه؟ ار ال. وده ايه؟ ده ريفرس بايس ماشي كده؟ طيب هنا حاجه عندي كام عايز اطبق الكي في ال على البي جي تي هنا ده يمثل ايه؟ ادي عندي جوه ده يمثل حضرتك جوه ده يمثل ايه؟ وجوه ده يمثل ايه؟ جوه ده يمثل ايه؟ هنا عندي كام فولت؟ ده هنا بسميه الفي سي بي ماشي كده؟ ده كوليكتور وده اميتر وده هنا ادي بيز ده يمثل ايه؟ الفي سي بي ده يمثل ايه؟ الفي بي اي ماشي كده؟ ده يمثل ايه؟ في سي اي. وعندي كام تيار؟ تاني انا عندي هنا ادي عندي بيز كوليكتور اميتر الجهد ما بين الكوليكتور والبيز هسميه ايه؟ هسميه في سي بي
ماشي كده؟ الجهد بين البيز واللي بسميه في بي اي، بين الكوليكتور وبين اللي بسميه اسميه في سي اي. وعندي كام تيار؟ ثلاثه. هما ايه؟ يبقى عندي هنا ده اسميه ده الاي سي، ماشي كده؟ هناخد وده الاي اي، وده ايه؟ وده الاي بي. لو طبقت الكيرشوف كارنت لو، ده ايه؟ داخل داخل، وده ايه؟ يبقى عندي ايه؟ يبقى الاي بي يساوي كام؟ اي اي زائد ايه؟ زائد ايه؟ اي بي، ماشي كده؟ طب طبق الكيرش فولتج لو، يبقى الفي سي بي، الفي سي اي هيساوي ايه؟ جه ده هيساوي ايه؟ هيساوي ده زائد ايه؟ ده ده، يبقى هيساوي الفي بي سي بي زائد ايه؟ زائد الفي بي اي، ماشي كده؟ اذا معنى كده يبقى عندي في 3 فولتج، يبقى عندي في في سي بي، وعندي في بي اي، وعندي في سي اي. ده في كام كلمه ايه؟ بكلم على الكومون ايميتر. وعندي كام تيار؟ ثلاثة. عندي الاي بي اللي هو التيار اللي هيمر في البيز دوت، وعندي الاي سي اللي هيمر فين؟ اللي هيمر في اللود كوليكتور، اي اللي هيمر فين؟ في الايميتر. اوكي؟ طيب الجهد بيساوي ايه؟ طب كيرشوف هنا عندي بوزيتيف كده مثلا، كده وكده وكده، ماشي كده؟ حاضر، اقسمها تاني. ده بيز معايا، اللي بيسال الميتر كوليكتور، يبقى عندي كام فولت؟ عندي هنا ده كده ايه؟ ده الفي سي بي بين ايه؟ كوليكتور والبيز، ماشي كده؟ وده انا ايه؟ ما بين البيز واللي اسميه ايه؟ اسميه في بي اي، كده كويس؟ وده اسميه ايه؟ اسميه في سي اي. طبق الكيرشوف بص له ايه؟ يبقى عندي ماينس في بي اي ماينس في سي بي زائد ايه؟ في سي اي هيساوي كام؟ زيرو. يبقى عندي الفي سي اي بيساوي كام؟ بيساوي في بي اي زائد في سي بي، ماشي كده؟ طيب ده التيار اللي هيمر فين؟ في الكوليكتور، ماشي كده معايا؟ ده التيار اللي هيمر فين؟ في البيز، كده كويس؟ ده التيار اللي هيمر فين؟ اتجاه كده ايميتر. اجمع برضو كي في ال، يبقى عندي داخل ايه؟ ايه عندي داخل؟ الداخل هو ايه؟ ده داخل ده داخل، وده ايه؟ وده خارج، ماشي كده؟ يبقى عندي الاي اي بيساوي كام؟ اي سي زائد ايه؟ اي سي زائد الاي بي، ماشي كده؟ وهنا نشتغل في الحاله دي بس، في الحاله دي يبقى عندي الانبوت عليها حضرات كومون ايميتر. حاج محمد فين؟ هو كصراحة هنا حسب البايسنج بقى، انا دلوقتي بحث بس ان شاء الله نحسب مع بعض. هحسب الفي سي بي، واحسب الفي بي اي، واحسب الفي سي اي، ماشي كده؟ طيب طبعا دي هناخدها، ده في حاله ايه؟ حاله الكوم اللي هو ان بي ان بي ان بي. طيب بص بقى كارنت جين، خليك معايا. هو دايما عندي بعرف لاما الكومون اميتر كارنت جين او عندي الكومون بيز كارنت جين. عندي البيتا، ركز مع البيتا حضرات، بسميها الكومون اميتر كارنت جين بيساوي كام يا حضرات؟ بيساوي الاي سي على الاي بي. يبقى الاي سي هيساوي كام؟ هيساوي كام؟ بيتا اي ايه؟ اي بي. يبقى الاي سي اي هيساوي كام؟ قلت لك انا الاي الكرنت جين بيساوي الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت، ان اي سي على الاي بي، ده كرنت جين. طيب اي سي هيساوي كام؟ هيساوي بيتا اي بي. يبقى الاي هيساوي كام؟
من المعادله ديت. تاني قلت هنا كارنت جين اللي هو بسميه بيتا بيساوي الاوتبوت كارنت على الانبوت كارنت اي سي على ايه؟ على الاي بي. هو الاي سي على ايه؟ على الاي بي. فاهم كده؟ طيب يبقى عندي الاي سي هيساوي كام؟ الكارنت جين فين؟ في الاي بي. يبقى الاي هيساوي كام؟ من المعادله عندك معادله واحد وادي معادله اثنين. اي هيساوي كام؟ يبقى بيتا يساوي بيتا اي بي زائد ايه؟ زائد اي بي. يعني يساوي كام؟ واحد زائد بيتا في كام؟ في ايه؟ اي بي. المعنى كده عندي اول رقم عندنا يبقى دايما عندي دايما الاي سي بيساوي كام؟ بيتا في كام؟ في الاي بي. اي هيساوي كام؟ كام يا حضرات؟ واحد ايه؟ زائد بيتا في كام؟ في اي بي. ماشي كده؟ طيب طيب لو انا شغال على الكومون بيز حاجه بسميها الالفا. الفا بيساوي ايه حضرات؟ بيساوي اي سي على ايه؟ على الاي اي. الحاله ديت الفا بيساوي كام؟ اي سي على كام؟ على الاي اي. دي مش هاخدها خالص معاكم، نركز في ايه؟ الحاله دي بس اللي هو ايه؟ بيتا بيساوي كام؟ حضرات هل لو عندي المعادله ديت اعرف اجيب معادله العلاقه بين دي وديت؟ الفا وبيتا لو عندك الالفا بتساوي اي سي على الاي اي ده الكارنت جيم في حاله ايه؟ حاله الكومون بي زي هنا ده كومون ايه؟ وده حاله ايه؟ يبقى دي البيتا عباره عن ايه؟ لا دي كومون اميتر ودي كومون ايه؟ ودي كومون بيز. ماشي كده؟ اذا مع البيتا الالفا بيساوي اي سي على ايه؟ اي اي. ماشي كده؟ والبيتا بيساوي كام؟ طيب لو عندك الاي سي الاي اي بيساوي اي سي زد اي بي اجيب علاقه بين الالفا والبيتا؟ بتمثل الكرنت جين في حاله كومون بيز. يعني بيساوي كومون بيز ايه؟ اي سي على كام؟ على اي اي. كده كويس؟ بيتا بيساوي كده كرنت جين فين؟ حاله ايه؟ حاله الكومون اميتر. طيب ادي الاي سي الالفا وادي ايه؟ وادي البيتا. ادي علاقه بين الالفا والبيتا؟ الاول كارنت الموجود ده الاول كارنت كارنت خارج هنا كارنت ده اي سي هنا اي سي نعم ادي عندي اي يساوي هنا كام في حديت هنا الفا يساوي كام الفا اي ماشي كده يبقى الاي بي هيساوي كام حضرات تاني كده انا عندي هنا حالة الكومون كومون بيز الفا بيساوي كام اي سي على كام اي سي على الاي اي على الاي اي ماشي كده يبقى اي سي بيساوي كام الفا اي الفا اي كده كويس يبقى والاي الاي بي هيساوي كام يبقى عندي هنا والاي بي هيساوي كام كام يا حضرات اي بي بيساوي كام بيساوي اي اي ماينس اي سي مش كده؟ ماشي كده؟ يبقى اي بيساوي كام؟ يبقى انا عندي اي سي اي اي ماينس ايه؟ الفا في ايه؟ اي اي يعني يساوي كام؟ اي اي في كام؟ واحد ناقص ايه؟ الفا كده ماشي كده؟ خد المعادله ديت والمعادله فين؟ والمعادله كانت فين؟ اللي كانت ديت حلوهم مع بعض هات علاقه بينين؟ بين الالفا والبيتا تطلع ايه؟ علاقه ديت. ماشي حضرات؟ هل هنستخدمها يا حضرات؟ امتى نستخدمها؟ لو شغال في دي وفي ديت هنركز دلوقتي معاكم على ايه؟ على الحاله دي بس يبقى على ايه؟ على البيتا بس. هنلغي دي خالص. ماشي؟ نتكلم هنا في الحاله ديت، بص معايا بقى، دلوقتي شغال ايه؟ عندي كام مود قلنا من شويه؟ ثلاثة هما ايه؟ اكتف مود وايه والكات اوف مود في الحالة ديت هنا يبقى اي بي جاك بيكون ايه؟ بيكون فورورد وهنا بيكون ايه؟ ريفرس هنا فعلا ايه؟ اكتف مود طيب هل نقدر نحسب الاي بي؟ في الصورة ديت نحسب الاي بي؟ نحسبه ازاي؟
الفي بي اي بكام اول خالص كده؟ انا مديك قيمه البطاريه مثلا 10 فولت هنا كويس معايا، ومديك الار بي مثلا بواحد كيلو اوم، هل اقدر احسب الاي سي والاي بي؟ اول سؤال الفي بي اي بكام؟ الفي بي اي اللي هو جهد دوت بكام؟ بكام؟ لا بكام؟ في بي اي بكام؟ بين البيز والاميتر بكام؟ يقولها صح هاخد بونص 2 مع الامتحان اللي فات. تساوي كام؟ بعد انا ناقصهم كلهم؟ بعد لما حسب انا ناقص كله بكام؟ في بي اي بكام في الحاله ديت في الشكل دوت؟ بص كده قدامك كده. في بي اي في بي اي بكام؟ سيليكون او جرمانيوم؟ هرب مش على هرب هرب اهو اهو سيليكون جرمانيوم حضرات. ده عباره عن ايه؟ عباره عن دايود. تمام برافو عليك. دايود دايود يعني ايه؟ 0.7 هشيل خالص. قالها انا مش كمان بتقولها وانت بتضرب اي كلام ما كنتش واثق من نفسك. طب اذا معنى كده هل في الدايره ديت اقدر احسب الاي بي والاي سي؟ الدايره دي احسبها يعني يبقى ماينس في بي زائد ايه؟ زائد اي. نحسبها كده يبقى عندي هطبق طبق الكي في ال على ايه؟ على الاي بي جانكشن كده كويس. طبق كده يا ماينس ايه؟ ماينس في بي. سليم كده حضرتك اخرج معايا ماينس في بي زائد ايه؟ اي بي في ار بي ماشي كده زائد ايه؟ زائد في بي اي اهي ماينس في بي زائد اي بي. طب طالما مش كده يبقى هنا بص في نيجاتيف زائد ايه؟ زائد في بي اي زائد كام؟ هنا بيساوي كام؟ بيساوي زيرو ماشي كده؟ هيساوي كام؟ يبقى الاي بي هيساوي كام؟ يبقى يساوي في بي ماينس في بي اي على كام؟ على الار بي. اجيب ايه؟ اجيب الاي بي. اقدر اجيب الاي سي بس معايا الاي معاك البيتا بديك البيتا على ترانزستور اي ترانزستور كاركترايز بايه؟ بالبيتا بتاعته ماشي. خد بيتا مثلا ب 100 فور اكزامبل يبقى الاي سي هيساوي كام؟ طلع مثلا دي على مثلا سي طلعت 50 ماشي بديها يساوي ايه؟ يبقى الاي سي بيساوي كام؟ هيساوي ايه؟ هيساوي بيتا فين؟ اي بي. اقدر احسب الاي سي؟ طيب احسب الاي سي. طيب احسب ايه؟ جبت ايه؟ جبت الاي سي خلاص كده. اقدر احسب الاي احسب الفي سي اي؟ جبت الاي سي ماشي كده. طيب يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ماينس في سي سي سليم كده زائد كام؟ زائد الاي سي في الار سي زائد ايه؟ زائد في سي بي في سي اي بيساوي كام؟ زيرو. احسب ايه؟ احسب في سي اي ماشي كده حسبتها. لو الفي سي اي طلعت بوزيتيف او نيجاتيف يعني ايه بالنسبه لك؟ ركز معايا بقى. بص معايا في سي مره لو بوزيتيف تعني ايه؟ نيجاتيف تعني ايه؟ تاني وقت انا جبت من الدايره ديت هنا كده حسبت الاي بي كده كويس. دلوقتي عايز احدد هل في الوضع الحالي شكل ده شغال في الاكتف ولا الساتوريشن ولا في الكات اوف؟ حسب ايه؟ حسب الفي سي اي. لو طلع بوزيتيف يبقى ايه؟ اكتف يعني ايه؟ بيكون ايه؟ هيكون ريفرس بايس
اقل بسرعه ايه فورورد. طيب كان ناخد تفصيل فين؟ الاول محمد اشرف ومرنا على الكلام ده الاسبوع الجاي ان شاء الله. هيحسبوا عندي في كل دايره الاي سي في سي. طيب طيب خليك معايا بقى. الساتوريشن يبقى عندي حضرات، يبقى عندي فورورد ريفيرس. احنا عندي هنا في الحاله ديت ده كان عبر ايه؟ كان ان. لو قيمه طلعت عندي هنا دي بوست بقى ايه؟ يبقى ريفيرس بايس بقى ايه؟ يبقى في الاكتيف مود طلع بوستيف. لو طلعت هنا طلع قيمه ديت بوست يبقى ايه؟ يبقى ريفيرس بقى دي اكتيف مود. لو طلع نيجاتيف يبقى دي ريفيرس. ده شغال فين؟ في الساتوريشن. طيب اكتيف مود خلاص. حد يقول لي الكلام ده يعني ايه؟ بص كده معايا حضرات، هنا عندك فورورد وهنا عندك فورورد. فورورد يعني ايه؟ بص معايا كده، ده بيز كوليكتور وده اميتر كده كويس. ده فورورد. فورورد يعني ايه؟ يعني في جاما كده كويس. ركز معايا، وده كمان فورورد يبقى ايه؟ في جاما مش كده؟ يعني في اتنين ضرب معوكسين هم كده كويس. الجهد هيساوي كام؟ يبقى ال في سي اي بيساوي كام في حاله ساتوريشن؟ يساوي ايه؟ صفر. ده ناقص ده كده كويس. طب بص معايا بقى، لو انا طبقت الكي في ال على الدايره ديت على هنا يطلع الاي سي بكام؟ عايز احسب الفي سي اي بكام هنا؟ في سي اي هنا كام بكام؟ قلنا بزيرو. يبقى الاي لحظه كده، يبقى الاي سي هيساوي كام؟ يبقى الفي سي بزيرو، اي سي هيساوي كام؟ لو عندي هنا في طبق الكي في ال على الدايره ديت، على الدايره دي كده ماشي كده، يبقى عندك ماينس في سي سي زائد اي سي ار سي زائد في سي اي دي بكام؟ يبقى الاي سي هيساوي كام؟ بيسي على ايه؟ على ار سي. اذا ما انا بصينها كده يبقى فين النقطه دي الاي سي بيسي على ار سي؟ يبقى فين عندي هنا في المنطقه ديت في نقطه ساتوريشن؟ يبقى ايه النقطه دي؟ هي دي نقطه ايه؟ التيار بيساوي كام؟ التيار بيساوي كام؟ الاي سي هيساوي بيسي على ار سي. طيب لو قلت لك انا في حاله الكات اوف هيبقى اتنين ريفيرس، خليك معايا تاني. يبقى تاني اذا معنى كده في حاله ساتوريشن في سي بكام؟ بكام؟ بزيرو. عوض هنا في المعادله ديت عن البي سي اي بيساوي زيرو. المعادله جت من المعادله ديت، جت من المعادله ديت، جت من المعادله ديت كيفيل على ايه؟ على الاوتبوت سيركت ماشي كده. يبقى عندي هنا اول هنا يبقى في حاله الساتوريشن حد ساتوريشن مود في سي اي بكام يا حضرات؟ بزيرو. سليم كده. طبق الكي في ال، كي في ال على الكوليكتور اميتر جانكشن دايره ديت. طبق كده يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ماينس في سي زائد اي سي في ار سي زائد في سي اي بيساوي كام؟ بزيرو ماشي كده. دي بكام؟ بزيرو. يبقى اي سي هيساوي كام؟ في سي على ايه؟ ار سي. وده بيساوي ايه؟ هيساوي الماكسيمم كارنت. هيكون فين هنا؟ عند ايه؟ عند النقطه دي ماشي كده. طيب طيب في حاله الكات اوف بخليك معايا، حاله الكات اوف هنا جانكشن دي عباره عن ايه؟ ده ايه؟ ده كات ده ريفيرس. يعني الابي بكام؟ بزيرو. بزيرو. مش يبقى الاي سي بكام؟ بزيرو. اثنين بزيرو. يبقى الفي سي اي بيساوي كام؟ ركز معايا بقى مين حمع ايمان، في حاله الكات اوف الاي بي بزيرو مفيش خالص كده كويس، والاي سي هيساوي كام؟
اي سي بيساوي كام؟ بيساوي ايه؟ بيساوي بيتا في اي بي. لو اي بزيرو يبقى الاي سي بكام؟ بزيرو. لو التيار ده بزيرو الجهد ده هيساوي كام؟ تاني حضرات ركز معايا، قلنا في الكات اوف بيكون الاي بيز بزيرو لان الريفرس بايس ماشي كده. طيب ده بزيرو يبقى الاي سي بكام؟ بزيرو. يبقى الفي سي هيساوي كام؟ فكر كده تاني حضرات هيساوي ايه؟ في سي. طبق طبق كيف ال يبقى عندك طبق كيف على الداله ديت ماشي كده. ده بكام؟ ده بزيرو. يبقى في سي هيساوي كام؟ في سي. معنى كده بتمثل ايه؟ دي كنوت ايه؟ دي الكاتوف وادي ايه؟ ساتوريشن وبينهم ايه؟ الاكتيف مود. يبقى عندي كام مود؟ يبقى امتى يكون عندي اكتيف مود؟ يكون ايه؟ في حاله اكتيف مود يبقى عندي ايه في المنطقه ديت؟ اي سي بيساوي كام؟ بيتا اي بيز. في ساتوريشن بي سي بيساوي كام؟ في سي على ار سي. وفي سي بكام ساعتها؟ هكون بكام؟ بزيرو. هات لي الكات اوف الاي سي بكام؟ بزيرو. والفي سي ايه هيساوي كام؟ هيساوي في سي. يبقى عندي كام بوينت؟ ده بيسموه لود لاين في حاله ايه؟ هات ترانزستورز. يبقى عندي نقطه الكات اوف اهي ماشي كده، دي نقطه ساتوريشن ودي نقطه ايه؟ كات اوف. وبينهم ايه؟ بينهم الاكتيف مود. طيب سامري ده خلاص كده خلصت خلاص خلاص. طيب خلاص يا حضرات كده تقريبا. طيب طيب انا لو مديك جراف خليك معايا بقى في الامتحان، انا كنت حاطط مساله على الكلام ده في الامتحان اللي فات بس على الدايود كده كويس. كنت مديك ايه؟ كنت مديك كيرف زي كده للدايود، كان عامل كده كان عامل كده. ده يمثل ايه حضرات؟ ده يمثل ايه؟ ده مش لود لاين. القيمه دي بتساوي كام؟ في سي على كام؟ لو انا مديك جراف بتاع الترانزستور ده هنا دي بتساوي في سي على ار سي، ودي بتساوي كام؟ الفي سي سي ماشي كده. اقدر احسب الكرنت الاي بي بكام؟ الاي سي بكام؟ خد الاي بي عندك مثلا بي، خد الاي بي مثلا ب 20 مايكرو امبير، ب 20 مايكرو امبير. اقدر احسب الاي سي بكام؟ اهو ده ايه؟ اهو ده اهو ده اللود لاين اهو ماشي كده. اقطع مع كام؟ مع ايه؟ مع الكيرف ده. النقطة يبقى فيها كده ايه؟ مثل ايه؟ ال V C، وده يمثل ايه؟ ال I ايه؟ ال I C. طيب اخر حاجة عندنا دلوقتي، لا ما دي اخر حاجة، دي اخر حاجة اهي. ازاي تختبر البيج دوت؟ هل شغال في الاكتف ولا شغال في الكات اوف ولا شغال في الساتوريشن؟ ده السؤال بس كده خلاص. اعمل ايه؟ لو الاي بي بزيرو يبقى ايه؟ كات اوف على طول ماشي كده. لو عندك فرق بين ايه؟ قلنا في حاله الكات اوف حضرتك الفرق بين الساتوريشن والاكتف اللي هو ايه؟ اللي هو الكوليكتور والاميتر ماشي كده؟ لان البيز والاميتر ثابته، ده اثنين فورورد كده كويس؟ لو خليك معايا حضرات، خليك معايا حضرات. يبقى عندي طريقتين، خليك طريقتين. ان اول حاجه هنا اسيوم ذات ذا بي جي تي از ان اكتف مود. اكتف مود يعني ايه؟ ما معاك تيفون حضرات؟ ما معاك تيفون يعني ايه؟ يعني اي سي بكام؟ بيتا اي بي كان اكتف مود. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعمل حساباتي على ايه؟ على الفي سي بي. ركز معايا حضرات دلوقتي، عايز اعمل شيك على ترانزستور مود. لو قلنا لو اي بي بزيرو خلاص ده ايه؟ ده في الكات اوف مود ماشي كده انتهى. دلوقتي عايز اخرب، هل هو في ساتوريشن ولا في هل هو ساتوريشن ولا الاكتيف مود؟ اعرف ازاي؟ بحسب الاي بي منين؟ دي بحسبها منين دي حضرات؟ احسب دي منين او حاجه احسب دي منين؟ بحسبها منين ديت؟ من ايه؟ من الدايره ديت، من الدايره دي، من الدايره دي، من هنا. حسبت ايه؟ حسبت الاي بي ماشي حضرات. بعدين لو انا مديك البطاريه وانا عارف البي سي يا علاء حجمها يا حضرات تاني حضرات، هاو تو تشيك المودز. بحسب ايه؟ بحسب الاي بي. احسبه ازاي؟ اطبق كيف ال كيف ال كيف ال هنا ماشي كده، سبت الاي بي. وبعدين بحسب الاي سي بيساوي كام؟
بيتا اي بي جبت الاي سي احسب ايه؟ احسب الفي سي اي كده كويس. لو عندي الفي سي اي لو في سي اي اقل من ايه اكبر من الزيرو يبقى ايه شغال فين؟ يبقى ده بقى ايه هيبقى عندي هنا ده شغال في الريفرس بايس برضه يعني ايه يعني اكتب والعكس. طيب طريقه ثانيه لو انا حسبت الاي سي بتاعتي خليك معايا بحسب الاي سي ديت خليك معايا حضرات. طريقه ثانيه بحسب الاي سي منين؟ من معادله الاي سي ماكسيمم كده كويس. واحسب الاي سي منين؟ بيتا اي بيز كده كويس. لو طلعت الاي سي ديت طلعت الاي سي ديت اقل من اي سي ماكسيمم يبقى شغال فين؟ اكتب لو اكبر منها يبقى شغال فين؟ في ساتوريشن كده. تقريبا خلصنا الجزء دوت. في حاجات على 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 على, 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 على المالتي سيم. طيب يبقى ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون في ورقه استبيان هتجيلكم.